أقام صالح الفضالة ومجموعة الثمانين حفل استقبال تكريماً لفجر السعيد بمناسبة عودتها من رحلة العلاج بالخارج التي استمرت نحو 5 أشهر تكللت بالنجاح، وذلك في ديوان الفضالة بالعديلية، حضره عدد من الشيوخ والشخصيات. بداية رحب الفضالة بالجميع قائلا: احتفالنا اليوم بعودة فجر هو رسالة لكل رجل وامرأة بأننا نقف وندعم كل شريف يقف مع الكويت وأهلها ويؤدي دوره الوطني، مؤكدا أن هذا التكريم اليوم ما هو إلا اعتراف بدور المرأة الكويتية الأم والأخت والابن. من جانبه أكد عادل الزواوي أن فجر السعيد امرأة كويتية جميعا نفتخر بها وبوطنيتها ومواقفها المشهود لها وقت الصعاب، لافتا إلى أنها طاقة أعلامية جبارة قهرت المرض بفضل الله وثم عزيمتها وأسرارها. بدورها فجر السعيد أعربت عن سعادتها وفخرها بتواجدها في ديوان صالح الفضالة، الرجل الذي تشهد له الكويت أنه من أنظف رجال السياسة في الكويت، مؤكدة أنها سعيدة بتواجدها في الديوان بجانب أشقائها الرجال، وأن المرأة الكويتية ضربت أروع الأمثلة بوقوفها بجانب الرجل في جميع المناسبات وأحلك الظروف التي مرت بها البلاد، لا سيما تحملها مسؤولية الأسرة لدى غياب الرجل فترات طويلة في رحلة الغوص. فجر السعيد حلت ضيفة عزيزة على ديوان الفضالة وتلقت التهاني بعودتها معافاة إلى أرض الوطن، حيث تحمد لها الجميع بالسلامة.